كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام والشكر أيضا، وكل عام والجميع في مصر وفي العالم كله بخير وصحة وسلامة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم جميل قوي إن شاء الله، لأنه بداية يعني هخرج عن السياق شوية وأقول لكم إن أنا زمان يعني كنت لما بمشي وأشوف يعني مناطق ظروفها صعبة، فكنت بحلم إن ده يتغير. وبعدين كنت أقول لو أنا قلت الكلام ده قبل كده، كنت أقول لو أنا معايا أموال خاصة بيا يا رب أنا هغير الكلام ده. صدقوني وبعدين فكنت أقول لو يعني 100 مليار يبقى كفاية ولا لأ وكده. فكان اللي يسمعني يقول لي أنت بتحلم، أنت ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده، ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده. اسمعوني كويس، اسمعوني كويس. فجي ربنا قال لي طيب أنا هخلي معاك أكتر من الفلوس، أنا هخلي معاك البركة، هخلي معاك البركة. وريني هتعمل ايه في بلدك وهتعمل ايه لناسك. هتغير صحيح، هتصلح احوال صحيح، هتراضي الناس صحيح، هتسعد الناس صحيح. يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله. مش عايز اطيل معاكم في النقطة دي، لكن قبل ما ابدأ كلمتي كنت لازم أوجه كل الشكر وكل التحية وكل التقدير والاعتزاز بفضل الله علينا كلنا، على بلدنا. فضل الله علينا كلنا. بصوا حوالينا كويس وانتوا تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى أكرم وأعز البلد ديت وحماها ونجاها من كل شر وسوء. فأبدأ بالشكر، أشكر الله سبحانه وتعالى. يا رب يقبل مني الشكر والحمد.